فيما يتعلق بالمداخلات التي تفضلت فيها بشأن تطبيق بعض أحكام القانون والموازنة بين الصالح العام بالحماية على الإرث الوطني التراثي، واللي لا أبالغ إذا قلت أن يعني البحرين هي فعلا مهد الحضارات، وتراكم الآثار عبر العقب التاريخية المختلفة يعني فعلا أمر احنا فقط اكتشفنا منه جزء قليل، يعني ما زال هناك جهد أكبر أمام يعني هيئة الآثار والتراث الوطني والثقافة وحتى كل الجهات الحكومية الأخرى أن هي تستثمر المزيد من لاكتشاف ما وراء هذه الآثار وتاريخها وامتدادها العميق في تاريخ البشرية ككل، وحتى بما يسبق يمكن احنا دائما نتذكر ندلمون وتايلوس وأوال والبحرين الحديثة، ولكن أيضا هناك آثار سابقة على فترة دلمون ممكن أن تكشف لنا الكثير من القصص اللي تربط هذه المنطقة بقصة بدء البشرية والحضارة اللي انتشرت في المنطقة في ذلك الآن، وارتباطها حتى مع الشخصية الوطنية الحالية اللي تعزز مفهوم التعايش. يعني كل ما نبحث أكثر في آثار مملكة البحرين نجد أنها في كل حقبة من هذه الحقب كانت مهد للسلام ومهد للتعايش بين مختلف الأطياف، وهذا الشيء حقيقة ممتزج مع شخصيتنا الحضارية ومع ولا يتعارض أبدا، بل بالعكس يعزز من هويتنا العربية الإسلامية اللي احنا مهتمين في الحفاظ عليها، و يعني نعتبر أصلا التعايش والانفتاح على الآخر جزء أصيل منها. فوردت الصراحة الكثير من المداخلات اللي في أجزاء كبيرة منها كانت وجيهة، وفي بعض الأمور نتفق فيها من ناحية أن التطبيق للقانون واللوائح يحتاج أن يكون فيه يعني فعالية أكبر، وإذا كان في أي شيء يحتاج تعديلات تشريعية فإحنا نرحب بذلك، والعمل معك إن شاء الله في المرحلة المقبلة سيثمر عن الكثير في هذا المجال لتحسين إن شاء الله المنظومة التشريعية المتعلقة بالثقافة والآثار والتراث لما يتطلع له المواطنين، والموازنة بين المصلحة العامة المتعلقة بحماية الآثار والمصالح الخاصة المتعلقة بالمواطنين اللي في بعض أمورهم قد تكون فيها يعني تعطيل، نسعى إن شاء الله إلى حله و يعني إرضاء الجميع إن شاء الله بموازنة الصالح العام والمصالح الخاصة للمواطنين.